السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. وياكم علي هادي علي. صراحة هذا الموضوع ما حبيت احكي بيه، بس لكثرة الرسائل اللي توصل من المتابعين، وهي مشكلة الانترنت بالعراق. هذه المشكلة العويصة اللي صار لها سنوات، ولغاية هذه اللحظة ما شفنا اي حل وما شفنا اي نتيجة، والخاسر الاول والاكبر هو المواطن، ده يدفع فلوس بدون اي خدمة ترتقي للمستوى المطلوب او المستوى اللي نشوفه بباقي الدول. وهذا الفيديو راح اوضح لكم بعض التفاصيل المهمة، وأحاول أنه نفهم المشكلة أنا وياكم بشكل سهل وبسيط، مع العلم أنه الموضوع جدا كبير مستحيل يتم اختصاره في فيديو واحد. بس حتى ما أطول عليكم، راح أحاول أنه أعطيكم الزبدة بعيدا عن المصطلحات العلمية، حتى كل الفئات وكل الأشخاص يفهمون الكلام اللي راح أقوله. ومع احترامي لكل الجهود وكل الحملات والمحتوى اللي ظهر بالفترة الأخيرة، لكن قسم كبير منه يحتوي على معلومات خطأ أو عدم فهم للمشكلة الأساسية. وبهذا الفيديو راح نوضح الأسباب الأساسية وشنو الحلول اللي ممكن أنه تصير حتى تنحل مسألة الانترنت بالعراق. بجيب لكم استكان شاي أو أي شيء تشربوه، لأن يعني الفيديو نوعا ما راح يكون مطول. أتمنى أن تشوفوه للأخير وحتى نفهم أنا وياكم شنو التفاصيل. مرحبا أعزائي، قبل ما أبلش وأوضح لكم المشكلة، خلينا نتفق على أربع أركان أساسية أو أربع جهات أساسية. من أعطيكم مصطلح الحكومة واللي تشوفه خلال هذا الفيديو، معناها تشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات اللي إلها علاقة بمجال الاتصالات ومجال منح التراخيص والموافقات الخاصة بمجال الاتصالات والشبكات والأبراج وكل هذه التفاصيل. من أعطيكم مصطلح الشركات، أقصد بها كل الشركات المجهزة والمزودة لخدمة الإنترنت بمختلف أشكاله، السلكية واللاسلكية، الخاصة بال شبكات الموبايل، الشبكات المنزلية. راح أختصر بمصطلح الشركات، ومن أقول أصحاب الأبراج هم الأشخاص اللي يكونون وسيط ما بين الشركة والمواطن، راح نسميه أصحاب البرج أو أصحاب الأبراج، والمواطن اللي هو أني وأنت وأنتي. زين، هسه خلي أوضح لكم المشكلة الأساسية وين. المشكلة الأساسية هي بالحكومة. الحكومة دا تبيع السعات للشركات بأسعار جدا مرتفعة. يعني هسه أي شركة مو من حقها أنه تشتري السعات من المصادر مباشرة، لازم تمر بالحكومة والحكومة هي اللي تبيع للشركات. سعر الميجا بت تقريبا 4 أو 5 دولار، يعني ضمن هذا الرينج، دين باع للشركات بسعر بالوقت الحالي تقريبا 80 أو 70 دولار. فالخمسة دولار وين والسبعين دولار وين؟ هذا للميجا بت الوحدة. وللتوضيح، الميجا بايت الواحد يساوي 8 ميجا بت، اوكي؟ وانا منزل بقناتي توضيح شنو الفرق ما بين الاثنين. فتن الشركات دي يشترون الميجا بت الوحدة تقريبا ب70 دولار، هذه بالنسبة للشركات اللي موجودة في وسط وجنوب العراق. في شمال العراق السعر اقل من هذا الشيء، تقريبا 12 او 15 دولار هيك شيء. لذلك نشوف الانترنت عندهم افضل بكثير من الانترنت اللي موجود عندنا بالوسط والجنوب. الشركة من تشتري الميجا بت بهذا السعر، بيش راح تبيعه للمواطن وش قد راح تربح؟ فالشركات قاموا يستخدمون حيل ويستخدمون اساليب حتى يخدعون المواطن وبنفس الوقت هم يربحون. من الاسباب الثانية اللي هي بالحكومة هي الخلافات ما بين المؤسسات اللي لها علاقة بمجال الاتصالات. اكو ناس لهم علاقة بالموافقة او اعطاء التصاريح، واكو ناس اللي هم مسؤولين عن البنى التحتية. فذولا عندهم مشاكل ويا ذولا، لا هذولا يحجون ويا هذولا، فصار مشاكل ما بين الاثنين، والواقع بيها هو المواطن بالنهاية. هذا هو بالنسبة للجانب الحكومي، واللي أنا أعتبر إلى السبب الأكبر بمشكلة الانترنت بالعراق، بسبب الأسعار وبسبب الفساد اللي موجود، اللي لو نحكي بيه راح نحتاج أيام وأسابيع يلا ينتهي. خلصنا من الجانب الأول، نجي للجانب الثاني اللي هي الشركات. الشركات دا تشتري الميجا بت بسعر عالي، زين، هذه الشركات بيش راح تبيعها للمواطن؟ يعني انت مثلا حاليا عندك سرعة الانترنت خلينا نقول 1 ميجا بت بالوضع الاعتيادي او 2 ميجا بت بالزايد، معناها انه الشركة مثلا لو مشترية او تنطيك 2 ميجا بت بسعر 140 دولار وانت تنطيهم اشتراك 35 ألف او 40 ألف، وين ربحهم بهذا الشيء؟ فهم ايش يسوون؟ يسوون مجموعة من الحيل والاساليب حتى توفر لهم ويقدرون انه يربحون وانت الممنون.
شنو الطرق اللي يسويها الشركات؟ أول شغلة هي مسألة مشاركة الإنترنت. المفترض أنت كمواطن دافع فلوس، الفلوس اللي دافعها أنت مو نوى ولا تراب، والمبالغ اللي إحنا ندفعها على الإنترنت جدا عالية يعني مقارنة بالدول الباقية. مفترض أنه أنا أحصل على خدمة إنترنت جيدة مقارنة بالمبلغ اللي أنا دا أنطيه. بس الشركات إيش دا يسوون؟ أول شغلة هي مسألة مشاركة الإنترنت. يعني خلي نقول مثلا انه سرعة الانترنت عندك 5 ميجابت، اوكي؟ ال 5 ميجابت لو نحسبها 5 في 70 راح يطلع المبلغ جدا عالي. زين انت معقولة المبلغ يساوي تقريبا 300 دولار او 400 دولار وانت دافع 30 ألف؟ شلون راح يصير هذا الشيء؟ الشركات ايش قاموا يسوون؟ قاموا يسوون مشاركة للانترنت. ال 5 ميجابت هذه يشتركون بيها مثلا 4 أو 5 أشخاص. فمرات ليش مثلا من تستخدم الانترنت بوقت الصبح 3 الصبح أو أوقات بالليل مثلا تشوف الانترنت جيد نوعا ما؟ لأنه ذول المشتركين مو كلهم متواجدين بنفس الوقت، فالوضعية مالتك تكون جدا تعبانة من كلهم يتواجدون. فهذه وحدة من الأسباب أنه الانترنت هو مشترك. مفترض أني أحصل على الانترنت ثابت نوعا ما، من افتحها في اي وقت السرعة ما تكون ثابتة، يعني حتى لو تنزل رقم معين او تصعد رقم معين بس ما توصل بالكيلوبيت. فهذا هو واحد من الاسباب، او هذه وحدة من طرق الاحتيال اللي دي يسووها، انه تصير مشاركة بالحزمة مالتك يصير بها اكثر من مستخدم. الشغلة الثانية اللي تسويها الشركات حتى توفر بالانترنت اللي هو خنسميه بالانترنت الوهمي. اكو بيور انترنت اللي هو الانترنت الحقيقي اللي ما بي اي كاش، يعني انترنت حقيقي اني دافع 70 دولار على الميجابت يجيني انترنت حقيقي. هذا الشركات ايش يسوون؟ يسوون الكاش سيرفر. شنو هو الكاش سيرفر؟ انت مثلا كمستخدم فتت الموقع اليوتيوب، شفت مقطع يوتيوب معين، فيديو معين، هذا المقطع راح ينحفظ بالسيرفرات اللي موجوده عند الشركه. فأي مستخدم ثاني من نفس الشركة ما راح يدخل على هذا الموقع، ما راح يستهلك من الانترنت البيور، راح يستهلك من انترنت الكاش. سيرفرات الكاش الشركات ما تدفع عليها أي مبلغ، يعني تكون شبه مجانية، فهذا راح يوفر لهم هذا الشيء. فمعناها انه هم ما دافعين فلوس الخمسة ميجابت بشكل كامل، ممكن دافعين 2 ميجابت بيور و3 ميجابت تكون كاش. فهذا ايضا باب ثاني وفر لهم هذا الشيء. بنفس الوقت هو بعض المرات مفيد، لانه انت مثلا من تدخل على موقع الفيسبوك، من تدخل على موقع اليوتيوب، بدل ما تدخل ويتصفح وراح يدز الاتصال مالتك مثلا للسيرفرات اللي موجوده في امريكا، راح يدز الاتصال الى اقرب سيرفر اللي هو سيرفرات الشركه مالتك. فهو مفيد من جانب وما مفيد من جانب آخر، لأنه أنت تدفع فلوس على الانترنت وهمي، لأنه بالنهاية الشركة تريد تستفاد فتسوي هذه الحيل والأساليب حتى يربحون براس المواطن. فهذه شغلتين اللي يسووها الشركات حتى يوفرون فلوس ويعوضون السعر العالي اللي يصير للانترنت. كل شركة تسوي خدمات تقديم المحتوى المقرصن. هذه بالدول اللي بيها قانون فعلا محترم لا راح تكون عليه غرامات، راح تكون عليه عقوبات. فالشركات هذه من دي يسوون الأفلام، من دي يسوون البرامج الخاصة بالتحميل، هي كلها برامج مقرصنة وغير مصرح بيها. يمكن انت تشوفها فد شيء مفيد وتشوف الانترنت مالتها سريع، لانه هي تعتمد على سيرفرات الشركة مو سيرفرات خارجية، فانت مكيف بهذا الشيء، بس بالمقابل الانترنت عندك جدا سيء. مفروض انت يكون الانترنت عندك سريع، تقدر انه تشوف كل هذه التفاصيل، الفيديوهات، البرامج، تحميل الالعاب وكل شيء من مصادر خارجية وتحمل عندك بشكل اعتيادي. بس الشركات دي يقدموا لك هذه الخدمات وهي نوع من انواع الرضا، او اللي يخليك انه انت ما تحتاج شيء، لانه هو موفر لك البرامج والالعاب وموفر لك الافلام من سيرفرات الخاصة به، وهو دي يسوي كاش سيرفر لليوتيوب والفيسبوك والوضع عندك تمام. واحدة من الأساليب اللي خلت الشركات تقريبا متساويين هي انعدام المنافسة، وتحس انه الشركات صاير اتفاق بيناتهم، انت ما تقدم عروض حتى هذا ما يروح لغيري، فكلهم نفس التفاصيل، كلهم نفس السرعة، ماكو اي منافسة. وهذه وحدة
من أسباب فشل الإنترنت بالعراق هو انعدام المنافسة ما بين الشركات، لأنه لو كانت أكو منافسة حقيقية بين الشركات لا كانت تغير الوضع بشكل كامل. على سبيل المثال شركات الهواتف أو شركات السنكر، شركات الأبراج، تشوف أنه العروض مالتهم متشابهة، التراخيص مالتهم تنزل بوقت واحد. زين ليش؟ أنا مثلا موجود بشركة زد، شركة زد عجبها أنه تسوي 4G، ليش أنتظر شركة أم مثلا أنه يشترون الأجهزة واثنيناتنا ننطلق بنفس الوقت؟ زين وين المنافسة بالموضوع؟ أنا شركة أريد أقدم خدمات، بالنهاية هي شركات ربحية همها الربح، بس انعدام المنافسة خلى الكل يصير بشكل متساوي، وهذا اللي شون انه احنا مسيطرين بالسوق، مسوين اتفاق فيما بيناتنا ماكو منافسة والمواطن يطبق. اوكي، فهذه ايضا واحدة من الاسباب اللي خلت او وصلت الانترنت لهذا الشكل. فاني اعتبر انه السبب الاساسي هو الحكومة، والسبب الاساسي الثاني هي الشركات، هذول يدفعون الذولة، وصايرة خبط ما بين الاثنين، والواقع بيها هو المواطن وأصحاب الأبراج. أصحاب الأبراج خلي أسولف وياكم وراح أقول لكم شنو اللي إلكم واللي عليكم، وأتمنى ما تزعلون من كلامي. أصحاب الأبراج المساكين صايرين دائما بوجه المدفع. بالحقيقة أصحاب الأبراج ما لهم أي تحكم بسرعات الأنترنت، هو مجرد عن شخص يعبر لك الأنترنت، أو هو وسيط ما بين المواطن وما بين الشركة، ما يقدر يتحكم بسرعات الأنترنت، كأنه شخص مجرد يبيع كارتات اللي هي الاشتراكات مالتك بالانترنت. لكن اكو البعض منهم ما عنده خبرة، ما عنده متابعة للأجهزة مالته، البعض مو الكل. السكتر مثلا انه هو يتحمل 20 مستخدم، هو دا يحمله 30 مستخدم، وهذا البعض مو الكل. الكل انا دا اشوف انه عندهم خبرة، دا اشوف انه يشتغلون. اتمنى انه تحسون بهم وتحسون معاناتهم. أنا بالنسبة لي لا عندي برج ولا عندي أي شيء، بس اللي دا أشوفه إنه دا يتعبون. أتخيل إنه ربحه هو بكل كارت، ما أعرف المبلغ بالضبط إيش قد، بس هو مسؤول عن صيانة الأجهزة مالته. من يتعطل جهاز معين من الأجهزة مالته هو اللي راح يكون مسؤول عن صيانته، متابعة الاتصالات، عنده إيجارات، عنده تفاصيل. فإحنا مو دائما نذبها براس أو البرج. أو البرج عبارة عن وسيط. نعم أكو بيهم يعني سبب من الأسباب هو ببطء الإنترنت، بس أنا أعتبره يمكن 5% أو 4%، لأنه بالنهاية وسيط. لو نلغي مسألة صيانة الأجهزة، متابعة الأجهزة، يضبط الأجهزة مالته بشكل صحيح، فالسبب مالتهم كلش بسيط. المشكلة الأساسية هي ما بين الشركات وما بين الحكومة. ونجي للطرف الرابع اللي هو المواطن. المواطن هو الخسران الوحيد من كل هذه الهوسة، هو اللي دا يدفع فلوس وبدون اي جودة او اي استقرار للانترنت. المواطن من حقه انه اني من دافع لك هذا المبلغ، مفترض احصل على سرعة انترنت تليق بمقدار المبلغ اللي ندفعه، خاصة انه المبالغ تكون جدا عالية. بس المواطن مثلا هو ساحب انترنت، خلينا نقول السرعة مالته مثلا 1 ميجابت او 2 ميجابت، ومكنكين على الراوتر مال البيت 12 جهاز. زين انت 12 جهاز او 14 جهاز، معقولة تريد سرعة الانترنت تكون ثابتة؟ هي بالنهاية مشاركة للانترنت. يعني احنا مثل ما سولفنا بالبداية انه هي على سبيل المثال 5 ميجابت ومشتركين بيها 4 مستخدمين، كل مستخدم مثلا الاجهزة اللي موجودة بالمنزل عندهم من 2 الى 12 او اكثر من هذه الاجهزة، فلازم انه انت تزيد الاشتراك مالتك حتى تحصل على انترنت جيد. فيا مواطن يا عزيزي، انه انت مو ممكنك 12 جهاز 14 جهاز وتريد الانترنت يكون عندك جيد. فهذا هو ملخص الموضوع. الحل الفعلي هو بيد الحكومة. الحكومة من تشوف شركة تغش الناس، شركة تسوي هذه الاساليب الاحتيالية حتى توفر بالفلوس، المفترض انهي الترخيص مالتها وابطلهم نهائيا. بس المشكلة بالحكومة لازم تنزل أسعار الحزم. لو نزلت أسعار الحزم شي تأكيد راح يكون أكو تحسن بخدمة الانترنت بشكل فعلي. مثل ما قلت لكم أنه لو نقارن الانترنت بالشمال، لأنه دا يتم بيع الحزم للشركات بسعر أقل من الحزم، أو يعني السعر اللي موجود بوسط وجنوب العراق.
فهذا هو ملخص الموضوع بشكل كامل. ايضا اريد اوضح لكم فد مساله معينه اللي هي تهريب السعات. شنو هي تهريب السعات؟ نشوف بالاخبار انه مثلا الحكومه يعني القت القبض وما اعرف شنو على تهريب السعات. تهريب السعات يعني هذه الشركات هي ساحبه انترنت او ساحبه حزم بشكل مباشر من المصدر بدون المرور بالحكومه، لانه حتى يوفرون فلوس ويحصلون على سعر مقبول بسعر 5 او 8 دولار للميجا بت، بس مو انا ادفع 70 او 80 دولار. فاتمنى ان الموضوع كان واضح عندكم. توزيع الابراج اللي موجود بمناطق مثلا بغداد او العراق بشكل كامل، توزيع الابراج دي يصير بشكل عشوائي والجو كله عبارة عن نويز. يعني مثلا الشركة فلانية هي موزعة الابراج نفس مثلا المشتركين مالتها او اصحاب الابراج، انه خلينا نقول المسافة القانونية من برج الى برج اخر مثلا 400 او 500 متر حتى لا هذا البرج يتأثر بهذا البرج وما يصير عندي نويز بالجو. بس المشكلة بالشركات الثانية، يعني شركة A وشركة C ما عندهم تنسيق بتوزيع الأبراج. يجي أبو شركة C يخلي البرج مالته ما بين هذول البرجين، فده تشوف النويز اللي صاير بالجو كارثي، وهذا أيضا واحد من الأسباب اللي تخلي بطء بالإنترنت. فأتمنى الموضوع كان واضح لكم. حاولت أنه أبسط الموضوع بشكل سهل وبسيط بحيث تفهمون شنو هي المشكلة وشنو أسبابها وشنو الحلول. بالوقت الحالي أي شركة راح تدخل العراق ما أعتقد أنه راح تقدم خدمة جيدة أو تنافس أو تقدر أنه تشتغل بشكل صحيح ما دام نفس القوانين موجودة ونفس الاتفاقيات اللي صايرة ما بين الطرف الفلاني والطرف العلاني. مثل ما قلت لكم أنه الخاسر الوحيد هو المواطن. وأتمنى وضحت لكم المشكلة وطولت عليكم. بنهاية هذا الفيديو أقول لكم مع السلامة.